السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. تسريب كارثي بيوضح قد ايه ان اللي بيظهروا على شاشات التلفزيون هم اول ناس لابد ان يتم محاسبتهم قبل الجماهير اللي بتعتدي على الجماهير الاخرى. شفنا كلنا قبل مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي اعتداء جماهير النادي الاسماعيلي على جماهير النادي الاهلي. اتوبيس النادي الاهلي ماشي في امان الله، هوب في اكتر من اتوبيس واقف لنادي الاسماعيلي، فالناس حسوا ان العدد بتاعهم كبير جمهور الاسماعيلي، فهو تخبيط وتكسير في ازاز محاوله الاشتباك مع جماهير النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي الفيديوهات اللي شفناها كلها لا فيها لفظ ولا شتيمه ولا اي شيء خالص، الالفاظ اللي سمعناها والشتايم كانت من قبل جماهير نادي الاسماعيلي وتكسير الزجاج وكلام من هذا القبيل. طلبنا مليون مره، طلبنا هنا في القناه وطلبنا الدنيا بحالها، والنادي الاهلي نفسه طلب من المسؤولين عن الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام لابد أن يحاسب رئيسه على هذا الإهمال الجسيم الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم قتل. كرم جبر لابد أن يحاسب. النادي الأهلي اشتكى قبل كده مجدي عبد الغني، اشتكى خالد الغندور، اشتكى أحمد جمال، اشتكى رضا عبد العال، اشتكى محمد فاروق، اشتكى إسلام صادق إلى الجهات الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام بسبب تحريضهم على النادي الأهلي. مليون مرة خالد الغندور يطلع يقول لك الأهلي ما بيلعبش في إسماعيلية ليه؟ والأهلي هو الأمن ما يروح يلعبوا في إشمعنى، والتكافؤ الفرص، ونقول ونوضح، والإسماعيلاوية نفسهم ومسؤول النادي الإسماعيلي نفسهم يقول لك هم اللي فشلوا في الحصول على موافقات الأمنية، لأن الموافقات الأمنية تخص النادي صاحب الأرض هو اللي بيجيب. أنا النادي الأهلي النهاردة مش راح أجيب موافقة أمنية عشان ألعب في الإسماعيلي، أنا أجيب موافقة أمنية عشان ألعب في القاهرة على ملعب الفلاني وألعب مبارياتي. والله بروح الأمن بيقول لي هتلعب هنا، الملعب بيقول لي مش هتلعب هنا عشان الظروف الأمنية والوضع والملعب والمكان والظروف والحكاية. فالنادي الإسماعيلي هو الذي لم يستطيع أن يحصل على النادي الأهلي، مش طرف في القصة. مع ذلك خالد الغندور وأحمد جمال ورضا عبد العال والكل يطلع يقول، واحمد عيد عبد الملك، الكل يطلع كل شويه يقول لك ده مش كافي والاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه ليه؟ واحنا نرد ونقول يا جماعه انا جمهوري مهذب، جمهوري ما بيغلطش، جمهوري ما بيعملش حاجه، ومع ذلك الامن بيعاقبني بيقول لي مش هتلعب مباراتك في القاهره، هتروح تلعبها في برج العرب لان الاسماعيلي وهناك الامن مش عايزك تلعب في الاسماعيليه عشان الجمهور بتاع الاسماعيلي متعصب ممكن يحصل ضرر، فعلشان هناك في مشكله فانا بمنعك تلعب على ارضك اللي ما فيهاش مشكله. فالعقوبه وكان النادي الاهلي اللي بيتعاقب علشان المشكله في الاسماعيليه هناك، فالنادي الاهلي عاقبه انتوا الاثنين في برج العرب. ماشي يا سيدي قابلين، ومع ذلك يطلع هؤلاء يقول لك الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلي ليه؟ وده لدرجه ان احمد عيد عبد الملك حط صوره الاسماعيليه وصوره بورسعيد بعد ما اذبحت بورسعيد وقال لك بيخافوا من دول، في تحريض كمان على جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي من قبل هؤلاء. وقلنا مليون مره الكثير والبعض يلعب بالنار، النار وهتحرق الجميع، اتكلمت وقلت مليون مره. طيب هل هذا فقط ما حدث؟ لا. طب ما نسمع رضا عبد العال بيقول ايه في هذا التسريب. العدالة يا اما تمسحكوا بقى ما تقرفوناش. الله انت خايف تروح المصري وخايف تروح الاسماعيلية وكله في اسكندرية في اسكندرية، امال يعني وما خدتش دوري؟ المشكلة ان انت كمان ما خدتش دوري وتقول لي ضربوك لحد كده. يعني شوف الراجل بيتكلم وبعصبية، انت خايف تروح الاسماعيلية وخايف تروح بورسعيد وخايف تروح وكمان ما خدت، خايف مين اللي خايف؟ انا هو انا اللي بامن ماتشات يا رضا؟ ده واحد من المسؤولين، واحد من المحرضين على الاعتداء على جماهير النادي الاهلي، والمفروض ده يكون بلاغ للنائب العام ضد رضا عبد العال وضد كل واحد يتكلم في هذا الامر. مليون مره بقول اللي اعتدى على الجمهور هيتحاسب،
الجمهور العادي بتاع الاسم. لكن تاني وتالت ما سيبش الراس وامسك في الديل. اللي اعتدى دول ديل، اللي اعتدى دول ناس ضحكت عليهم وغيبتهم، زي رضا عبد العال، زي خالد الغندور، زي احمد عيد عبد الملك، زي كل هؤلاء اللي كل شويه يقول لك انا بلعب اسماعيلي ليه؟ كان النادي الاهلي بيسلب حق من النادي الاسماعيلي. فجمهور النادي الاسماعيلي تطلع طبعا كارهه النادي الاهلي وناقمه على جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي، وده اللي يحصل. الكلام اللي قاله خالد رضا عبد لازم يحاسب عليه. لكن المشكله هبقى اشوف، بقول لك رغم انه صعب، ودول يعني دول اللي بيطلعوا على شاشه التلفزيون يوجهوا الراي العام. اللي فات مش صعب، تعال اسمع اللي اصعب بقى. هو انت كده يعني انتوا ملايكه؟ ما اديك انتوا اللي استفزتوهم هم ضربوك، ما انتش فاكر برضه يوم ما بيقول لك ايه؟ هو انتوا على جمهور، هو انتوا ملايكه؟ ما تلاقوهم انتوا اللي استفزتوهم فضربوكوا، هل ده مبرر؟ مبرر؟ على فرض رغم ان الفيديوهات مفيش اي حاجه بتقول ان انتوا استفزتوهم فضربوكم، هل لو واحد يستفز واحد يضربه؟ فتلاقيه كنت. وبعدين بيخمن الاخ رضا عبد العال بيدافع عن الجريمه، بيخمن بيقول لك ما تلاقيه كنت اللي استفزتوهم فضربوكم، وكان الاحتمال الاستفزاز يؤدي الى الضرب لو حتى ممكن يكون انتوا اللي استفزتوا. طب ما استفزناش عمر رضا عبد العال، ها؟ طب انا استفزت يضربوني يا رضا؟ ها؟ ده بقول لك كمان اسمع بقى الكارثه الكبيره. انتوا نسيتوا استفزيتوا بتوع المصري فموتوكوا؟ يعني الجريمه المذبحه اللي حصلت في بورسعيد اللي احنا بنتكلم عليها لحد دلوقتي، الكره المصريه واقفه بسبب هذه المذبحه وناس ماتوا 74 واحد، رضا عبد العال شايفها ان جمهور استفز جمهور، فالجمهور كعادي انه راح موت الجمهور بتاع الاهلي عشان استفزه. كارثه هذه الامور لما تحدث، وهذه العقليه كارثه من واحد بيطلع يوجه الجمهور ويطلع يدي تعليم ويكلم الجمهور. هذا هو رضا، بلاغ للنائب العام ضد رضا عبد العال الذي يبرر جريمه القتل في حق جمهور النادي الاهلي بورسعيد، والذي يبرر الاعتداء على جماهير النادي الاهلي. ده اقل شيء يقال يعني في هذا الامر، اقل حاجه مجرد التسريب ده. ما اجيب رضا عبد العال كده انا كمسؤول عنه، اجيب رضا عبد العال من قفاه احقق معاه واحاسبه. اللي انت بتقوله ده اقل شيء ممنوع رضا عبد العال من ظهور على اي منصه اعلاميه لمده 10 سنين على الاقل. اقدر الراجل ده الاشكال اللي زي او الناس اللي زي رضا عبد العال المفروض ما تظهرش على شاشات التلفزيون اساسا، مش بس هو لوحده، خالد الغندور انا والامر بايدي، خالد الغندور ممنوع يظهر، احمد جمال ممنوع يظهر، رضا عبد العال ممنوع يظهر، اسلام صادق ممنوع، احمد عيد عبد الملك ممنوع يظهر. اي واحد بيتكلم بدون عقل وبدون منطق وباحتمالات وبممررات للقتل وللاذى لازم يوقف، توقف، لازم يتوقف. واحد زي خالد الغندور، واحد اساسا على قناه الفتنه اللي طالعه لك الاهلي مكروه كل ما يروح حته ينضرب، ليه؟ بتاخدوا حاجات ضربه الجزاء بتاعتكم قدام فلان منظور، ضربتكم حرام، مش صحيحه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تعالوا نكمل مع الاخ رضا. يعني مش عارف انتوا عايزين ايه بالظبط؟ انتوا عايزين البلد تولع ولا ايه؟ الناس بيقول لك رضا عبد العال مش عارف انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين البلد تولع ولا ايه؟ يعني اللي انضربوا بيقول لك عايزين، اللي انضربوا بيقول لك انتوا انضربتوا عايزين البلد تولع ولا ايه؟ يعني رضا عبد العال بيقول لجمهور انضرب وانت ساكت، بيقول لجمهور النادي الاهلي موتوا وانتوا ساكتين، هو حد يتنفس، انتوا عايزين البلد تولع ولا ايه؟ وكان ضربنا هو اللي هيهدي البلد، وكان جمهور النادي الاهلي لما ينضرب البلد هتهدى، وكان جمهور النادي الاهلي لما ماتوا بورسعيد على راي كلام على حسب كلام رضا البلد هتهدى، لكن لما تطالب تاخد حقك بالقانون انت كده عايز تولع البلد ولا ايه؟ لما نقول كذا انت عايز تولع، هو انتوا بتهددونا بالبلد؟ هو انتوا يا عم الحاج موت وانتوا ساكتين؟ انضربوا وانت ساكتين عشان هو النهارده المطلب ايه؟ الناس دي ايه؟ العقليات دي ايه؟ الفكر ده؟ نكمل مع الاخر. لا اصل انتوا ملايكه، اصل انتوا ما شتمتوش، اصل انتوا ما عملتوش رد فعل. طب ما تجيب لي يا رضا عبد العال شتيمه للجمهور، اصل انتوا ملايكه. اه يا عم احنا ملايكه. ما تجيب لي يا رضا عبد العال اي شيء حصل، اي شيء حصل لجمهور النادي الاهلي، اصل انتوا ملايكه. براجل بيخمن بيبرر الاعتداءات، وقبل كده بيبرر الموت، راجل بيبرر الموت، هتيجي تكلمه في ايه تاني؟ عشان انتوا استفزتوهم فموتوكم. هم يعملوا كده. تقول لي انت عايز تروح بقى؟ اه تروح بقى، ما تروحش عليا يبقى ما تشتركش في الدوري. طالما خايف ما تروحش ما تقرفوناش. ما تقرفوناش، انضربوا وانتوا ساكتين، موتوا وانتوا ساكتين، خايف ما تروحش. طب انت مش عارفك ان خايف يا رضا؟ لو انت ذكر يا رضا وابوك خلف ذكر، لو انت ذكر هات موافقات من الـ من الـ من الامن في اسماعيليه. انا مالي؟ انت خايف ليه؟ انت حكمت عليا ان انا خايف ليه؟ ها؟ هو انا النهارده لما رضا عبد العال اعلامي مثلا، ولا اعلامي ولا زفت، لكن رضا عبد العال مثلا ده اعلامي وبيظهر على شاشات التلفزيون، حلو؟ لما يكون اداره القناه منع رضا عبد العال من الظهور
اطلع انا اقول رضا عبد العال خايف يظهر على شاشة التلفزيون؟ يا اخوانا رضا ممنوع اساسا من الظهور على التلفزيون بقرار من القناة، فانت تطلع اقول لك يا رضا عبد انت خايف؟ لو انت ذكر يا رضا عبد ما تظهر على الشاشة واتكلم يا رضا، رضا مهما يصرخ يقول لك لا يا عم ده انا اديني بس الفرصة اطلع واروح ولا الكلام ده كله، لا 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 انت ده هما اللي مانعيني. اسكت يا كداب، ده محدش مانعك، انت اللي خايف يا رضا. انت انهي عقل ده؟ بقول لك الامن هو اللي تقول لي انت خايفين تروح، واقول لك اللي عايز حقي من الاعتداءات بيعتدوا بدون اي شيء وبدون اي مبرر، ولا لا بنافسه على دوري ولا بلعب في مكان محايد. ولا بدل ما تقول لما النادي الاهلي بيحصل معاه كده في اسكندريه بعيدا عن الاسماعيليه، امال لو راح اسماعيليه الجمهور هيعمل معاه ايه في ظل الاحتقان اللي بيحصل من الاعلاميين؟ وبدل ما تطلع تقول على الاعلام انه يغير اللهجه بتاعته، اللي بيطلع زي واحد علاء وحيد امبارح يقول لك الاهلي بطيخ، لغه ركيكه وتحريض للجماهير، تطلع تقول لي موتوا وانتوا ساكتين، انتوا اللي استفزتوهم، انضربوا وانتوا ساكتين، انت كده انتوا مش ملائكه. ايه بلا قرف بقى، روحوا. ايه ده تاني بلاغ للنائب العام ضد رضا عبد العال، فضيحه، هذا التسريب فضيحه من رضا عبد العال. لابد ان اقل حاجه رضا عبد العال يتمنع من الظهور على اي منصه اعلاميه اقل حاجه 10 سنين، الا بالمنطق ده واشكال رضا عبد العال واللي على طريقه رضا عبد العال احنا هنتحبس، احنا البلد ضايع. هو بيقول لك انت عايزين تولعوا البلد؟ لما اقول ان انا تم يا جماعه ان بيقول لك عايزين تولعوا البلد، لا حول ولا قوه الا بالله، استغفرك يا ربي واتوب اليك. انتوا عايزين مننا ايه يا جماعه؟ انضرب وانت ساكت يا جمهور النادي. احنا بنطالب او بلاغ للنائب العام يا جماعه تاني، الاعتداءات من جمهور الاسماعيليه لا تمثل شعب اسماعيليه، دول فئة ضالة ودول شوية بلطجية. مش بس كده، ده في صحفي اسمه محمد زيادة قال ايه بقى على هؤلاء اللي رضا عبد العال؟ اكيد انتوا استفزتوهم. طب يا رضا عبد العال، في انباء على شهادة عهدة هذا الصحفي اسمه محمد زيادة، بيقول لك خد المفاجأة، خد المفاجأة دي بقى، بعد وقعة الاعتداء على اتوبيس جماهير النادي الاهلي اليوم من قبل بعض جماهير الاسماعيلي، قامت بعض جماهير الاسماعيلي بالدخول لسوبر ماركت وقاموا بسرقة محتويات وصلت إلى 20,000 جنيه، وصاحب السوبر ماركت لديه فيديو بذلك وعايز يتواصل مع مسؤولين في النادي لتعويضه عن السرقة. اطلع بقى يا رضا عبد العال قول بقى صاحب المحل استفزهم فدخلوا عشان يسرقوه. هو صاحب المحل مش ملايكة. ايه صاحب المحل انت عايز تولع في البلد؟ ما تطلع يا رضا عبد العال، ده على عهدة محمد زياد زي ما انتم شايفين في البوست ده. تاني بلاغ للنائب العام ضد رضا عبد العال ومن على شاكلة رضا عبد العال. بلاغ ضد احمد جمال، بلاغ ضد خالد الغندور، بلاغ ضد اسلام صادق، بلاغ ضد احمد عيد عبد الملك، بلاغ ضد خالد الغندور، بلاغ ضد علاء وحيد، اللي اي واحد بيتكلم بدون فهم وبدون وعي بحرض الجمهور. تاني وتالت وعاشر الموافقه الامنيه مسؤوليه نادي الاسماعيلي، ما تقوليش الاهلي خايف. تاني زي ما ضربت لك مثل بالقصه بتاعت رضا ممنوع من الظهور، فعشان القرار طالع ممنوع رضا من الظهور اقول رضا عبد العال خايف يظهر على شاشه التلفزيون؟ اديني الفرصه يا عم وزر. لا انت خايف يا رضا، منتهى اللاعقل في هذا الطرح. تاني وتحريض علني على القتل من رضا عبد العال. شكرا لحسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله.